سرطان البروستات، مئات الحالات المسجلة، الحالات الجديدة التي تسجل سنويا بالجزائر، الوقاية، الأسباب، الأعراض وطرق العلاج. أيضا مع ضيفتي في البلاتو الدكتورة كريمة حميدات، وهي طبيبة مختصة في الأورام. صباح الخير دكتورة، أهلا وسهلا بك. صباح الخير، شكرا على الاستضافة. شكرا لك على تلبية دعوة البرنامج. نتحدث إذن عن هذا الشهر نوفمبر للتوعية بمخاطر السرطان، سرطان البروستات، هذا الداء الذي ربما يهدد حياة العشرات بل المئات سنويا في الجزائر. حدثيني عن واقع هذا المرض في الجزائر بداية. نشكركم على اختيار هذا الموضوع. هذا موضوع مهم وحساس، لأنه سرطان البروستات هو سرطان مصنف ثاني سرطان عند الرجل الجزائري. شاهدنا في 2020 3590 حالة جديدة بسرطان البروستات، وعلاه نهضروا عليه؟ لأنه هو سرطان اللي نقدروا نجنبوه بالكشف المبكر. نعم تفضل. وش هما الاعراض؟ دونك اعراض تاعو هما اعراض اللي نقدروا نلقاوهم في الامراض الخبيثه والامراض الحميده. دونك عندنا التبول متكرر، دونك المريض يروح عنده حاشا كيبول بزاف، ولا يكون عنده صعوبه في التبول، ولا الم في اسفل الظهر او البطن. هذوما الاعراض يجونا، هذوما نشوفوهم كي تكون الحاله متقدمه من المرض. على بها نركز على الكشف المبكر. انت قلتي اهميه الكشف المبكر. كيف يكون الكشف المبكر؟ متى على الرجل ان يتوجه لاجراء الفحص؟ متى تظهر مؤشرات ربما وجود هذا النوع من السرطان، بوادر وجود سرطان البروستات؟ دونك الكشف المبكر وشنو هو؟ دونك هي طريقه نحكموا فيها اشخاص ما عندهمش اعراض، واللي نلقاو فيهم الشروط اللي هما في لسرطان البروستات. شروط هما يكون رجل اكثر من 50 سنه، ذو لون البشره داكن، وفي العائله تاعو نلقاو عندهم في الاقارب كاين سرطان البروستات او سرطان الثدي عند النساء او الرجال. دونك هذه هي الفئه اللي نديروا لها الكشف المبكر. لازم نعرفوا بلي الكشف المبكر ماهوش مقنن في الجزائر او في العالم. في منظمه الصحه العالميه ما دارتش قانون للكشف المبكر الشامل، دونك لو ديبيستاج دو ماس تاع سرطان البروستات. كاين برك لو ديبيستاج انديفيديوال، دونك نحكموا اشخاص اللي هدرت على الشروط. دونك رجل عنده لون البشره بطريقه طوعيه. دونك بصح ان شاء الله في الجزائر حيولي قانون، وهذا بفضل برنامج الوطني لمكافحة السرطان لو بلان كونسير تاع النسخة الثانية اللي حتبدا في 2022. إن شاء الله حيدخل الكشف المبكر ويكون معمم في أرجاء الوطن، اللي سيكون لسرطان البروستات، القولون، وزيادة لسرطان الثدي اللي نعرفوه اللي هو في أكتوبر. بعد ظهور هذا النوع من السرطان لدى الشخص، كيف يتحرك؟ ما هي طريقة العلاج الذي عليه أن يتبعها من أجل تفادي أن تدخل الحالة في تعقيدات التي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى الوفاة؟ دونك نبداو قبل بفضل الكشف المبكر نحكموا الحالات في بداية المرض. دونك المرض يكون مازال في البروستات، ما انتشرش في انحاء الجسم. لهنا العلاج يكون خفيف ويكون فعال، كما يقولوا لا غيريزون، دونك الشفاء، نسبه الشفاء تكون كبيره. دونك في هذا النوع وين يكون سرطان مركز، دونك في البروستات برك، العلاج يكون بالعلاج الجراحه، نستأصلوا كاع غدة البروستات، ويكون عندنا علاج واحد اخر اللي هو العلاج بالاشعه تانيك. طيب. لاستئصال المرض. في الحالات وين هناك حالات ناجحه، الحالات ناجحه، القضاء فعلا على الغدد السرطانيه وتمثل الشخص للشفاء بشكل تام. دونك على بها حنايا نشجعوا الناس للكشف المبكر، ونشجعهم ثاني كي يكون عندهم اعراض ما يطولوش باش يروحوا يشوفوا طبيب. طيب. كاين اللي حاشاك اللي يروح يتبول بزاف، يقول بلي
هذا عندي مرض، عندي زعما عندي مرض السكري، مرض السكري تاعي هو اللي يخليني نروح للتبول بكثره. دونك لهنا نقول للناس ماناش نخوفوا فيهم، بصح نقول لهم باللي كي نشوفوا باللي هذاك العرض راهو طول معاه ما لازمش يروح يسكت ويغمض عينه. في الحالات اللي فيهم انتشار المرض في الجسم عندنا ثاني علاج اللي هو علاج الهرموني، وعندنا العلاج العلاج الكيماوي، وعندنا العلاج الموجه. دونك لهنايا في الحاله هذه عند لو بوت تاعنا دونك هو مش استئصال المرض، ولكن هو تثبيط التطور تاعو، دونك بيزيد يروح اكثر، وثاني كنحس على الاقل تفادي الانتشار الى باقي اعضاء الجسم. وثاني كنحسنوا الحاله الصحيه، دونك لا كاليتي دو في تاع الانسان، باش ما يكونوش مضاعفات الالام وفقد الشهيه وفقد الوزن وهذه هي. طيب هل هناك ربما اساليب على المريض او على الشخص بصفه عامه ان يتبعها من اجل الوقايه من هذا النوع من السرطان؟ دونك الوقايه، عندنا الوقايه الاوليه هو نتفاداو كل شيء اللي يقدر يدير لنا سرطان، ماشي غير سرطان البروستات، كل انواع السرطان. دونك اولتها هي الحياه الصحيه، دونك لازم تكون عندنا حياه صحيه. واش معناها؟ اكل صحي، نتفاداو كل ما هو دهون وكل ما هو مصبرات. لازم تكون عند ندخلوا في حياتنا الرياضه، دونك الرياضه تساعد مليح في قتل خلايا هذه السرطانيه. دونك نتفاداو السمنه بالرياضه، نتفاداو كل ما هو تدخين، كل ما هو يضر الصحه تاعنا. عندنا الوقايه الثانويه اللي هي الكشف المبكر. طيب هادو هما وكشف مبكر، قلنا باللي الناس اللي يشوفوا باللي عندهم في الافراد كاين بزاف حكايه سرطانات في العائله، من المستحسن يشوفوا طبيب، اي طبيب، طبيب عام او طبيب مختص، باش يديروا يحوسوا على يديروا الكشف اللي يلزم. طيب للمزيد الآن من الإثراء أسعد باستقبال مكالمة الأمينة العامة لجمعية الأمل لمساعدة مرضى السرطان سيدة حميدة كتاب. صباح الخير سيدتي، أهلا بك. صباح الخير سيدة فايزة، صباح الخير لكل المشاهدين. مرحبا بك. نتحدث عن سرطان البروستات إذن في هذا الشهر، شهر نوفمبر، للتوعية من مخاطر السرطان، هذا الداء الفتاك الذي وللأسف يودي بحياة الكثيرين في الجزائر على غرار باقي دول العالم سنويا. حدثيني عن واقع مرضى السرطان، عن النشاط الجمعوي من أجل مساعدة هؤلاء المرضى فيما يتعلق بالعلاج، وأيضا التوعية من أجل الكشف المبكر، خاصة لأنه يبقى دائما مربط الفرس في التحكم في هذا الداء القاتل. إذا سيدتي كما تفضلتي، هو شهر نوفمبر الشهر العالمي لمكافحة سرطان البروستات أو ما يسمى بالشهر الأزرق عالميا، هو كذلك شهر مخصص للرجل، كما رأينا ربما أكتوبر الوردي مخصص للنساء، كذلك للرجل شهر، وللرجل كذلك مرض سرطان يتربص به هو البروستات، حتى يعني في الجزائر أصبح يحتل المرتبة الثانية مع سرطان الكولون للأسف. والشيء المؤسف أيضا في الجزائر أن ثلثي المرضى المصابين بهذا الداء يعني سرطان البروستات يصلون إلى مراكز العلاج في حالات يعني متقدمة جدا، ونحن نتكلم عن سرطان يمكن أن حتى أننا يمكن أن نتفادى الإصابة به، وذلك من خلال الوقاية والفحص المبكر الذي يبدأ من سن الخمسين، ولكن يعني هي حملة أولى تقوم بها الجمعية حول هذا السرطان البروستات الذي ما زال يعني يعتبر طابو، يعني هذا السرطان يعتبر طابو، الرجل يعزف يعني عن القيام بهذا الفحص المبكر، لا يعرف ما يجب القيام به، متى، كيف، وأين يتجه، يعني أمور كثيرة يتجاهلها الإنسان أو الرجل يعني في الجزائر. غياب هذه الثقافة الصحية عند الرجل فيما يخص هذا سرطان البروستات ربما جعلت هذا المرض الزاحف، سرطان الصامت، يعني يودي بحياة الكثير، وكذلك يتصدر المراتب الأولى لسرطان في الجزائر. إذن لذلك هدفنا نحن كمجتمع مدني كجمعية الأمل يعني في إطلاق هذه الحملة الأولى نوفمبر الأزرق من أجل التوعية، التحسيس حول أهمية الفحص المبكر
الذي يبقى هو السلاح الوحيد والأوحد من أجل مجابهة هذا المرض. طيب سيدة كتاب ابقي معي، أتوجه الآن إلى الدكتورة حميدات. السيدة كتاب تحدثت عن هذا المرض وقالت أن الكثيرين للأسف ما زالوا يعتبرونه أنه تابو، هو ربما حتى الرجل يجد شيء من الإحراج للحديث عن هذا المرض. كيف تتعاملون مع هذه الحالات؟ ما هي ربما أساليب التوعية بضرورة الحديث، بضرورة الكشف المبكر في الوقت المناسب عن هذا المرض؟ صح، نرجع احنا كما نقولوا احنا نحن نعلم عقلية الجزائري، الرجل الجزائري. دونك في هذه الحالات الحمد لله كاين اخصائيين اللي هما اطباء مسالك البوليه، دونك اي انسان يحشم يهضر على هذا المشكل عندنا هذوما الاخصائيين يروحوا يهضروا معاهم، راهم رجال، دونك رجل مع رجل تقدر تمشي الحاله، ما لازمش يخبي على الطبيب تاعو، وتانيك ما لازمش يغمض عينيه على هذا المشكل، لانه لازم يعرف باللي هذا حيرجع على نفسه وعلى الأسرة تاعو، وتانيك تكاليف تكون أكثر. كل ما نحكم المرض في بدايته كل ما تكون تكاليف أقل ونسبة النتائج تكون مليحة، نسبة الاستشفاء أو بيان لا غيريزون تكون كثيرة حتى 90%. دونك أي رجل اللي يتحشم ولا من المستحسن يروح يشوف طبيب رجل، معليش على بالنا نتفهموا كلش، المهم لازمش يتم مراعاه حتى الحاله النفسيه. عندنا تانيك عندنا اخصائيين نفسانيين، عندنا رجال ونساء، دونك على حسب الحاله نقدموا لهم. كاين صح عندنا بزاف مرضى اللي ما يتقبلوش المرض تاعهم حتى العائلات تاعهم هما اللي يجيبوهم، هذايا ما يساعدناش احنا في العلاج تاعنا، لانه لازم نعرفوا باللي كي يكون الحاله النفسيه تاع الانسان مليحه هذه تساعد مليح في الشفاء، وتانيك في تطور المرض، المرض مش حيتطور بكثره وبسرعه. دونك كاين كما قلنا الاخصائيين النفسانيين، وعندنا تانيك اطباء يكون عام ولا طبيب مختص، المهم ما لازمش يطول في الحاله. أعود الآن إلى السيدة كتاب عبر الهاتف، هي الأمينة العامة لجمعية الأمل لمساعدة مرضى السرطان. سيدة كتاب، ما هي ربما الأساليب التي تعتمدونها كجمعية من أجل إيصال هذه الرسالة التوعوية خاصة بخطورة هذا المرض في أوساط الجزائريين اليوم؟ ونحن تحدثنا وأنت أشرتي أن الكثيرين من الجزائريين من الرجال ما زال يعتبرون أن هذا يعتبر تابو وقد يتحرجون من أجل الكشف والوصول إلى المستشفى. نعم، أولاً يعني أول عمل نقوم به هو التحسيس التوعية. نعلم أنه يعني الرجل الجزائري كما المرأة، يعني كل المواطنين الجزائريين عندهم درجة وعي كبيرة جداً يعني، ولكن فقط يعني ما عندهمش المعلومة أو المعلومة الصحيحة، ربما يوجد هنالك عدة معلومات خاطئة ربما تصل بطريقة عشوائية إلى أذهان بعض الناس، لذلك يعني تترتب عنها يعني أفكار خاطئة، لذلك نحن نصحح هذه الأخطاء عن طريق إعطاء يعني بالتحسيس التوعية، عن طريق إعطاء المعلومة الصحيحة. يعني لا يجب أن يكون هنالك الطابو، سوف يكسر هذا الطابو لأنه عبارة عن مرض، وهذه البروستاتا عبارة عن غدة يعني موجودة تحت المثانة، لذلك ربما يعني حتى الفحص المبكر هو أمر بسيط جدا، يعني حتى أنه ما فيش إحراج كبير جدا، يعني الفحص تاعو باش الطبيب يمكن أنه يشوف حالة المثانة راح يدير يعني عن طريق الدبر راح يدير يلمس هذيك الغدة، يعني غدة البروستاتا لأنها قلت هي موجودة تحت المثانة، وهي عبارة عن تحليل الدم فقط يقوم به يعني من أجل يعني معرفة هذوما لي تو دو بي اس ا، يعني اللي يعرفوا بهم إذا كان هذه الغدة تعمل بشكل سليم أو لا، وهذا يعني ما راناش نتكلموا عند الرجل المريض، رانا نتكلموا عند الرجل السليم اللي ما عنده أي عرض من الأعراض، ابتداء من الخمسين يبدأ يقوم بهذا الأمر. إذا راح تكون عبارة عن حملات توعوية تحسيسية، وراح نقوموا كذلك راح يتم إطلاق عملية فحص مبكر، عبر يعني عدة ولايات الوطن، يعني راح يكسر هذا الطابو، راح يرفع هذا الحرج عن الرجل
باش يعرف انه راه هذه عباره ما هي الا يعني مكافحه مرض عضو كما الاعضاء الاخرى يعني لا غير. طيب ماذا ايضا عن دور جمعيه الامل في مرافقه ودعم المصابين بهذا الداء في رحله العلاج اللي تكون في الكثير من الاحيان صعبه وشاقه ايضا؟ نعم يعني حقيقه بالنسبه لسرطان البروستاتا يعني ربما تفضلت به الدكتورة حميداتو يوجد علاج مهم جدا في هو علاج بالأشعة، ربما هذا هو المشكلة والحلقة السوداء في سلسلة التكفل بالمرضى المصابين بداء السرطان، لا سيما كذلك المرضى المصابين بداء البروستاتا. يعني نحن نرافق ونعمل يعني حتى اننا يعني رانا عضو في هذا في المخطط الوطني لمكافحه السرطان من اجل يعني تسهيل التكفل بالمرضى المصابين بداء السرطان يعني بصفه عامه وكذلك هذه شريحة، لأنه قلت يعني يمكن أننا نتكلم على الشفاء إطلاقا لما يكون التكفل جيد ويعني بالمريض المصاب بهذا السرطان ويكون الكشف كذلك مبكر. إذا نحن لن نبخل يعني سنقوم بكل ما علينا مثل ما نقوم به يعني بالنسبة لكل الأمراض الأخرى يعني السرطانات الأخرى، إن شاء الله يعني راح يكون يعني حتى لما يكون هنالك الوعي راح يكون فحص مبكر، راح يكون كشف مبكر، حتى العلاج راح يكون سهل يعني سهل وبسيطة جدا، ما نضطرش أننا نديروا علاجات ثقيلة مثل العلاج الكيميائي أو علاجات أخرى. نعم. إذا إن شاء الله نحن سنعمل من أجل أولا نشر الوعي وإن شاء الله تكون نتائج جيدة. أشكرك جزيلا الأمينة العامة لجمعية الأمل لمساعدة مرضى السرطان السيدة حميدة تفتاب على هذه المداخلة. أعود إليك يا دكتورة حميدة، نحن نعرف ربما الصعوبات الكبيرة التي تواجه مرضى السرطان مختلف أنواع السرطانات في رحلة العلاج، ما هي الوسائل المسخرة للتكفل بهذا النوع من السرطانات في الجزائر عند طبعا الرجل عند اكتشاف الإصابة في كل ولايات الوطن ليس في المدن الكبرى فحسب؟ دونك نشكرك على هذا السؤال، لانه عندنا بزاف عقليه اي مرض اي سرطان باتوه للشمال. لازم يعرفوا باللي بفضل لو بلان كونسير تاع 2015 2020 دونك بفضله زادت نسبة مصالح طب الأورام وزادت أيضا مراكز مكافحة السرطان في كل ربع الوطن. دونك الناس تاع الجنوب راهم عندهم مراكز تاع الجنوب، مراكز مهيئة بكل مصالح وأيضا الوسائل. سكان الوسط وسكان الشمال والتانيك عندهم مصالح، اول شيء الانسان يقعد في كما يقولوا الولايه تاعو. في الحالات المستعصيه صح نستقبلوهم في المستشفيات الكبيره الجامعيه. دونك في الجزائر كما طرقت حميده كتاب عندنا مشكل لا راديوثيرابي اللي هو العلاج بالاشعه. صح عندنا نقص المرضى من بعد المواعيد لتلقي هذا العلاج اللي يكون مرهون في الكثير من الأحيان بفورية القيام بهذا العلاج من أجل ربما محاصرة الخلايا السرطانية والقضاء عليها في وقتها كما قلنا. صح لأنها لا ترحب وصل التقدم لا سمح الله وتصل إلى أعضاء أخرى من الجسم ويصبح ربما أمر المريض في خطر. صح. دونك هذا العلاج تاع الأشعة نستعمله حنايا في الحالات وين المرض يكون مركز في البروستات. عندنا مشكل صح كاين في بعض المراكز مكافحة السرطان عندنا الوسائل بصح ماهمش يمشيو، هذا مشكل. عندنا أطباء أخصائيين بصح كي يلحقوا يلقاو الوسائل ماهيش تخدم. في الجزائر نقولوا بلي كاين كيما في واتسوف قطب جهوي المصلحة تاعهم اللي عندهم مواعيد قريبة، كاين سطيف، كاين عنابة، كاين وهران. دونك الإنسان ماشي زعما كي راهو ساكن في الجزائر العاصمة يقعد في الجزائر العاصمة. هذاك وتانيك هذول اللي هضرت عليهم مصالح تاع الدولة، دونك معليش يهبط يقعد شهر يداوي هكذايا، صح تكاليف تكون أقل من كي يكون المرض راهو منتشر.
بالفعل. راهي باسكو المرض كي ينتشر تولي فيها شهور الى اعوام، دونك حتى هذه فيها تكاليف كبيرة. دونك معليش ياخذ شهر يكري في منطقة هذيك وياخذ والمرض تاعو يكون مركز، وقلت بلي العلاج سهل وأضرار تاعو ماشي بزاف. وهنا نرجعوا إلى أهمية الكشف المبكر، رسالة توعوية من أجل التوعية بضرورة الكشف المبكر وتلقي العلاج في حينه قبل تطور هذا المرض. هذه هي دونك هذا هو لوبجيكتيف تاعنا، ما لازمش نخليه حتى المرض يولي في مراحل متقدمة. نعم. دو لازم نبدلوا العقليات ولا الذهنيات، دونك ماشي حاجة اللي نحشموا بها كيكون عندنا كي نروحوا نديروا كشف مبكر. كيما كان عندنا هذاك طابوه تاع سرطان الثدي دوك وكسرناه الحمد لله بفضل لو بلان كونسير وبفضل التوعيه ولي زاسوسياسيون سي بون. كي تمشي فتنا الحاجز تاع الطابوهات مع النساء دوك، ولاو نساء من كل المناطق، ما دوك المناطق اللي بعيده على المدينه ولاو متفتحين هذه الفكره. دونك اليوم التوعيه هي الحل. هذه هي دونك لازم نرجعوا دوك للراجل اللي بيه اللي حنبنيو البلاد. دونك لازم تاك نكسروا هذا الطابو. اشكرك. نعم، اتمنى الصحه والسلامه للجميع. اشكرك جزيلا الدكتوره كريمه حميدات وطبيبه المختصه في الامراض على كل هذه المعلومات وعلى هذه الرسائل اللي نتمناها طبعا تكون شعاع امل في حياه العديد من المرضى. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا تمام التاسعة الآن بتوقيت الجزائر، إلى موجز لأهم الأنباء والزميل صهيب حركة.